وفي خبر صار لعشاق المسلسل التاريخي الشهير Game of Thrones، طرحت الشركة المنتجة للمسلسل التريلر الرسمي للموسم الثامن والأخير، ومن المقرر عرضه يوم 14 أفريل الجاي. وحقق الفيديو التشويقي للمسلسل أكثر من 23 مليون مشاهدة على تويتر خلال اليوم الأول لعرضه، وده وسط تفاعل كبير من محبي ومتابعي المسلسل Game of Thrones. بدأ عرضه في عام 2011 ونال شهرة واسعة حول العالم، وبيحكي قصة صراع على العرش بين 7 ممالك، وبيشارك في بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم إميليا كلارك وبيتر دينكليتش. I know death. He's got many faces. I look forward to seeing this one. Everything you did brought you where you are now. Where you belong. They're coming. Our enemy doesn't tire. Doesn't stop. Doesn't feel.